والثائر بعد تأسيس الدولة، والباحث عن الأسطورة في زمن الواقعية، وهو أيضا الطموح إلى درجة قصوى، والراغب في إعادة مجد قادة الإسلام الأوائل الذين يلتزمون بالأخلاق الرفيعة من الشرف والكرامة والعدل والمساواة. عن القائد والزعيم الجزائري الهوار بومدي نتحدث، وعنه اليوم سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نبدأ عزيزي المتابع، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا إذا كنت تشاهدنا لأول مرة. ندعوك أيضا إلى زيارة موقعنا منارتفردوس.com. اسمه الحقيقي محمد إبراهيم بوخروبة، وهو من مواليد سنة 1932 في مدينة قالما الجزائرية. كان ينتمي إلى أسرة ريفية فقيرة تعمل في الفلاحة، ولقد رفض التجنيد الإلزامي الذي فرضه الفرنسيون فهرب إلى تونس، وهناك درس في جامع الزيتونة، ثم ذهب إلى مصر سنة 1951 حيث درس بالأزهر ثم بالمدرسة العسكرية، ثم انضم لجماعة وجدة، وهي مجموعة أسسها سياسيون وضباط جزائريون لمقاومة الاستعمار الفرنسي. وبعد ذلك التحق بصفوف الثورة الجزائرية وتدرج بالمناصب ليصبح بعد الاستقلال وزير دفاع، وليحكم بعد ذلك الجزائر بعد انقلاب عسكري على الرئيس أحمد بن بيلا. وتعتبر فترة حكمه للجزائر من أكثر الفترات إثارة للجدل، فلقد قاد هذا الرجل إصلاحات اقتصادية وسياسية، وساهم بشكل كبير في تحويل الجزائر لدولة مؤسسات، كما عمم التعليم والصحة ووزع الأراضي على الفلاحين، في حين يرى معارضوه بأنه أسس للفساد والاستبداد. ولقد عرف عن هذا الرئيس الجزائري اهتمامه الشديد بقضايا العرب، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فهو صاحب العبارة الشهيرة الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، كما أنه من دعا أفراد منظمة التحرير الفلسطينية للتدرب في الجزائر، ومنح مقر ديغول الفرنسي إلى قيادتها في حركة رمزية كبرى. وتعتبر شخصية الهوار بومدي من الشخصيات العظيمة في العالم العربي، ويقيمه البعض بأنه لم يخطئ أبدا فيما فعله، ولكنه ربما أخطأ فيما لم يفعل. ولقد حكم الجزائر لمدة 13 عاما ما بين 1965 و1978، وفي أيام حرب أكتوبر سنة 1973 أرسل الهوار بومدي قواته للقتال مع المصريين، وأعطى الروس شيكا على بياض لتزويد مصر بالسلاح، وتدخل أيضا في الخلافات بين الدول العربية. إلا أنه في سنة 1978 رحل هذا الرئيس الثائر بعد أن تم إعلان رسمي عن إصابته بمرض العضال، ولا تزال وفاته إلى الآن تشكل نقطة غموض كبرى، حيث خرجت شائعات بأنه مات مسموما، وهذا ما صرحت به أرملته سنة 2005، وليؤكد هذا الكلام نوعا ما سنة 2008، وذلك في برنامج على قناة الجزيرة تم التأكيد فيه بأن قائدا عربيا دس له السم، لتخسر بذلك الجزائر أحد أكبر قامتها، حيث أن الرئيس هوار بومدي كانت له مسيرة كبرى في تحرير الجزائر، وكان يعتبر نموذجا مشرفا للصمود والصعود العسكري المتميز. وجدير بالذكر أنه تسمى باسم الهوار بومدي سنة 1957، ورغم كل الأسئلة التي تطرح حوله، إلا أن الهوار بومدي مما لا شك فيه كان القائد الثائر القوي الذي تمسك بمبادئه إلى آخر لحظة. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد.